تكرار استهداف قاعدة بلد الجوية بين الحين والحين وبشكل عشوائي، أمر يرى مختصون في الشأن الأمني أنه بات يشكل خطرا أمنيا وتخريبا لبنى تحتية ومنشآت أمنية، وهذا ما دعاهم إلى مطالبة الحكومة بالعمل على متابعة وإيقاف هذه الاستهدافات. بين فترة وفترة تستهدف هذا القاعدة. طيب استهداف هذا القاعدة هو لمصلحة من؟ الطائرة عراقية والطيارين عراقيين والفنيين عراقيين والمهندسين عراقيين. طيب ليش تم استهدافها؟ وتستهدف بصواريخ متوسطة أو قريبة المدى، يعني معناتها تستهدف من داخل العراق، وعادة حسب ما أسمع تستهدف من المنطقة الشرقية. ومن جهة أخرى فإن رفض هذه الاستهدافات بشكل يدفع ثمنه الأبرياء من سكنة المناطق القريبة لم يأتي إلا عن وعي بما قدمته هذه القاعدة من إسناد خلال الحرب على إرهاب داعش، وهذا ما أكده أبناء المنطقة من الذين عاشوا تلك الفترة وشهدوا أحداثها. والقاعدة هي حقيقة في منطقة فلاحية، في منطقة زراعية، ولهذا كل الصواريخ اللي سقطت على القاعدة سببت أضرار كبيرة للمدنيين، فإذا وقع الصاروخ أو القذيفة على طائرة فهو خسارة للبلد، وإذا وقع على منشأ فهو خسارة للبلد، هذه خسارة كبيرة. بالمناسبة هذه القاعدة كانت بإسناد لقطاعاتنا عندما كنا نقاتل داعش، وكانت من القواعد المهمة جدا والحيوية والنشطة في هذا المجال. نطالب من الحكومة إلى إيقاف الاستهدافات ومحاسبة المقصرين. إذن فهي دعوة لإيقاف تكرار هذا الاستهداف لقاعدة بلد الجوية، قاعدة حوت أفراد ومعدات عراقية هدفها حفظ أمن المنطقة كما أكد أبناؤها. من صلاح الدين، فراس الحسني، التغيير.